بنتكلم على انتخابات ما بنتكلمش على فصيل محدد، انما انا بتكلم على النهارده عنصر انتقادي يجب على كل المصريين ان هم يشاركوا فيه، محدش يقعد في البيت كل ينزل، لان التحدي الحقيقي هي نسبه المشاركه. لكن المراد باخر سؤال بس، هو حضرتك في الكلام اللي هو اخواننا مش عايز اسال حاجه، انا بره جوه يا جماعه.